تمام وثالث موجز لأهم الأخبار، أهلا بالجميع. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم مراسم افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن السيبراني الموسوم بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل جزائر صامدة سيبرانيا الذي تنظمه وزارة الدفاع الوطني بالنادي الوطني للجيش بابن مسوس بالجزائر العاصمة. كان في استقبال السيد رئيس الجمهورية السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. حيث أدت تشكيلة عسكرية للسيد الرئيس التحية الشرفية. أشغال الملتقى عرفت حضور كل من السيد الوزير الأول ورئيس الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن وأعضاء من الحكومة وسعادة السفيرة فوزية بومعيزة مباركي المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف وكذا ضباط ألوية وعمادة بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وكذا شخصيات وطنية وخبراء ومختصين. وبهذه المناسبة ألقى السيد رئيس الجمهورية الكلمة الافتتاحية للملتقى حيث أكد أن مقتضيات الأمن الوطني تستدعي العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي. إن تحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة وجاهزية الاستراتيجية في حالات الخطر يشكل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية لتوفير الحماية اللازمة والكاملة لمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، وذلك ضمن منظومة التكفل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية بل وحتى التكنولوجية، وهو الأمر الذي يستوجب تطوير استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة في مجال الرقم والجمع بين الاستباقية والوقاية
من التهديدات في الفضاء السيبراني، وحماية المنظومات والمعطيات، والسهر على ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية، عمادها التحسيس المستمر واليقظة الاستراتيجية لكل المؤسسات. من جهته ألقى السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كلمة بالمناسبة رحب في مستهلها بسيد رئيس الجمهورية وهنأه على الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته الجزائر بانتخابها وبالأغلبية الساحقة عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي. يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بخالص التهاني والتبريكات على الانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته الجزائر بانتخابها وبالأغلبية الساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025. هذا انتصار يؤكد مرة أخرى تقدير المجتمع الدولي للجزائر ولدبلوماسيتها المعروفة بالمواقف الصريحة والثابتة، مثلما يؤكد صوابية النظرة الاستشرافية للسيد الرئيس في سبيل إحلال السلم والأمن في العالم وحل مختلف النزاعات والقضايا الدولية بالطرق السلمية. بعد انتخاب الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جاء فيها: انتخبت الجزائر عضواً غير دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025، وهذا الانتخاب في الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة يلقي على عاتق بلادنا مسؤولية خاصة متمثلة في المشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين. بذلك ستتاح للجزائر فرصة متجددة بعد توليها رئاسة جامعة الدول العربية بنجاح لإعادة تأكيد المبادئ والمثل المؤسسة لسياساتها الخارجية وتشاطر رؤيتها بشأن المسائل المدرجة في جدول الأعمال الدولي لمجلس الأمن، معتمدة في ذلك على إرثها التاريخي الثقيل. يحتل احترام مبادئ ومثل ميثاق الأمم المتحدة مكانة بارزة في عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية. إن الجزائر من منطلق مبادئها المتجذرة في تاريخها والمستمدة من ثورتها المجيدة لن تتوانى في المساهمة بحيوية وبالتوافق مع جميع الدول الأعضاء في تعزيز وتكريس المبادئ والقيم المقدسة لميثاق الأمم المتحدة وتجسيد الأهداف النبيلة والتي ولدت من أجلها هذه المنظمة. لطالما صاغت الجزائر التزامها بقيم العمل المتعدد الأطراف ووضعت احترام قواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في صميم رؤيتها وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير المصير. كذلك عملت الجزائر دائما على تعزيز التعاون والصداقة بين الدول على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، فضلا عن تعزيز مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، وقد مكنها ذلك من الإسهام في الجهود الدولية الهادفة إلى حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية من خلال الحوار والوساطة السلميين، مثل الوساطة التي أدت إلى توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق الجزائر الذي لا تزال تترأس لجنة المتابعة والتنفيذ. فيما يتعلق بالخطوط العريضة لأولوياتها الرئيسية في مجلس الأمن، فإن الجزائر التي تهدف إلى الإسهام في عمل المجلس مصممة على تركيز جهودها على تعزيز السلم والأمن الدوليين وتعزيز العمل متعدد الأطراف المتجدد وتعزيز الشراكات الرئيسية وكذلك تعزيز مبادئ وقيم عدم الانحياز.
ومواصلة مكافحة الإرهاب فضلاً عن مشاركة النساء والشباب في كل هذه الجهود الدولية. وستحرص الجزائر على حمل صوت الدول العربية والإفريقية وضمان الدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الأمن، وخاصة القضية الفلسطينية. وتلتزم الجزائر التزاما كاملا بالنهج الإفريقي لجعل إفريقيا قارة مسالمة متجهة بثبات وعزم نحو أهداف تنميتها وتكاملها، قوية بقيمها وفاعلا أساسيا في التطورات التي تصنع مستقبل البشرية. وعلى هذا الأساس تم تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية مع إرادة القارة المعلنة بوضوح لإسكات البنادق من أجل تسوية العديد من الأزمات والصراعات في إفريقيا. وإدراكا منها للعلاقة الجدلية بين السلام والتنمية، أطلقت الجزائر من خلال وكالتها للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية مشاريع إنمائية في بعض الدول الإفريقية تركز بشكل أساسي على الصحة والتعليم والمياه، مع تخصيص مبلغ مالي قدره مليار دولار. إن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وفقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة هو أحد الأهداف الرئيسية للجزائر في منظومة الأمم المتحدة، وبالإضافة إلى منع نشوب النزاعات وحفظ السلام، فإن هذه الشراكات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. كما تدعو الجزائر إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا والإنسانية. وعلى هذا النحو وكجزء من تعزيز تعاون أكبر وأفضل بين الأمم الإفريقية، شرعت الجزائر منذ عام 2013 بمدينة وهران في احتضان جلسات رفيعة المستوى للسلم والأمن مسار وهران. وهو مسار وهران، تظل الجزائر متمسكة بمبدأ عدم الانحياز واحترام استقلالها وقراراتها السيادية، وقد أثبتت وجاهة وصحة هذا الموقف. على صعيد آخر، وبصفتها منسق الاتحاد الإفريقي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ستواصل الجزائر تبادل خبرتها الطويلة المشهود لها والمعترف بها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي ستكون جزءاً لا يتجزأ من عملها داخل مجلس الأمن، بغية الإسهام في الجهود المبذولة في هذا المجال وتعزيز التعاون والتنسيق في هذا الإطار. تلكم هي الخطوط العريضة لأولوياتنا الرئيسية في مجلس الأمن التي ترتكز على المبادئ والقيم التي تعتلي المكانة الأسمى في عقيدة السياسة الخارجية للجزائر المتجذرة في تاريخها النضالي وثورتها التحريرية المجيدة. وستتمكن بلادي دون شك بفضل رؤيتها وبمبادئها الأساسية من الإسهام بشكل فعال ونشط وبالتوافق مع جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في تعزيز وترقية السلم والأمن الدوليين. وتفضل السيد الأمين العام بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. هكذا يختم رئيس الجمهورية رسالته التي بعث بها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. استحقاق ونجاح يضاف إذن إلى الرصيد الدبلوماسي للجزائر، فمن أهم منبر دولي للسلم والأمن الجزائر تفتك مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لعهدة 2024-2025 بفوزها ب 184 صوتا من أصل 193 صوتا. الجزائر 184،
هذا وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن يمثل مكسبا ثمينا يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لبلادنا، ويعكس الاحترام والتقدير اللذين يحظى بهما رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل المجتمع الدولي وعرفانه بمساهماته في إحلال السلم والأمن الدوليين، تقديرا لدور الجزائر المحوري في منطقتها، حيث تم انتخاب الجزائر في الجولة الأولى بأغلبية ساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة سنتين بدءا من الفاتح جانفي 2024، وذلك على إثر تصويت 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة. ويؤكد هذا النجاح الدبلوماسي وبوضوح عودة الجزائر الجديدة إلى الساحة الدولية، ويؤيد رؤية نهج رئيس الجمهورية للحفاظ على السلم والأمن في العالم على أساس التعايش السلمي والتسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في إطار السياسة الخارجية لبلادنا التي تستمد مبادئها وقيمها ومثولها من ثورتنا التحريرية المجيدة، بعد أن تولت الجزائر رئاسة قمة جامعة الدول العربية بنجاح كبير. يضفي هذا الانتخاب في الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين على بلادنا مسؤولية خاصة متمثلة في المساهمة في مسار صنع القرار الدولي، وهي فرصة متجددة لبلادنا لإعادة تأكيد مبادئها وقيمها وتبادل رؤيتها بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين. إن الجزائر تتطلع إلى الإسهام في عمل مجلس الأمن تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عازمة على تركيز جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتنشيط العمل المتعدد الأطراف المتجدد مع تقوية الشراكات الرئيسة، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ وقيم عدم الانحياز ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وتعزيز مشاركة النساء والشباب في هذه الجهود الدولية. كما تحرص الجزائر على إسماع صوت الدول العربية والإفريقية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن. وتغتنم الجزائر هذه المناسبة السعيدة لتعرب عن خالص شكرها وعميق عرفانها لكل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي نظير تبنيها الثمين ورعايتها السخية لترشيحها، وتجدد التأكيد على عزمها الثابت والهادف على الدفاع عن القضايا العادلة لفضاءات انتمائها هذه، وإلى ترقية جميع تطلعاتها وآمالها داخل مجلس الأمن. وتتوجه الجزائر بنفس آيات الشكر والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ميزها بوضع ثقتها فيها وإحاطتها بالدعم والسند لتمكينها من الانضمام إلى هذه الهيئة المركزية التي أسندت إليها المهمة الثقيلة والنبيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وعقب جلسة الانتخاب هنأت وفود الدول الجزائر على افتكاكها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، معتبرين ذلك استحقاقا لها نظير مواقفها الثابتة وجهودها في إحلال السلم والأمن الدوليين. هذا وتوجه رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل بالتهنئة لرئيس الجمهورية ومن خلاله إلى الشعب الجزائري بتتويج الجزائر بجدارة واستحقاق بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة بتزكية تاريخية تعبر عن ثقة العالم في الجزائر تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية. فكان التتويج للدبلوماسية الجزائرية التي استعادت وهجها من خلال تجدد بفضل توجهات الجزائر الجديدة المؤسسة على الثوابت ومثل الحق والعدل والإنصاف والقانون والجهد والمثابرة والمكاسب والإنجازات المستمدة من الإرث النوفمبري الخالد.
من جهته هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الجزائر بمناسبة انتخابها أمس عضوا غير دائم بمجلس الأمن، مشيدا بحصول الجزائر على 184 صوتا في الجمعية العامة، ومؤكدا أن هذا الفوز يعكس مكانة الجزائر على المستوى العربي والدولي. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن الجزائر ستكون صوتا قويا مؤيدا لكل القضايا العربية في مجلس الأمن، لما يمثله هذا الفوز من إضافة نوعية للدبلوماسية العربية على المستوى الدولي. العسومي أكد عن تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها الجزائر للدفاع عن قضايا الأمة العربية وحماية مصالح الشعب العربي. برلمانيا، ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمع زوار، ثمنوا التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتقاعد الذي يندرج في سياق الإجراءات الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي لفئة المتقاعدين ذوي الدخل الضعيف. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى غاية 6 جوان الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 46 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولة إدخال 4 قناطير وكيلوغراما واحدا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط أزيد من 417 ألف قرص مهلوس. وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 312 شخصا وضبطت 32 مركبة و341 مولدا كهربائيا و215 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن و136 قنطارا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كمية من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 26 شخصا آخر وضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و19 بندقية صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر ب125 طنا، بالإضافة إلى 109 قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولة تهريب كميات من الوقود تقدر بأزيد من 72700 لتر بكل من تبسة وسقهراس والطرف وتمنراس وبرج باجي مختار. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحل الوطنية وأنقذوا 256 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 155 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. ختام موجزنا الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.